أهلا بيكم في أولى حلقات الفرصة. في هذا البرنامج هنتعرف على الأفكار، على الحلول لمشاكل كتيرة. أنا فخورة قوي بيكو ومبسوطة قوي 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 بأن أنتوا موجودين هنا. بس أنت محتاج تأمن نفسك. هاي فايف. يعني المشروع بالنسبة لي حلم. أنا بقى بشوف نفسي زي حاجة كده بني آدم وابتدي أشوف بقى ده واسع. فكل حاجة بعملها من الأوس أعرف أعملها بالتاني. أيوة ده موجود كتير في الصين ده بالهبل. عشان توفر مية نظيفة سواء محلاة أو سواء منقاة وكهرباء للمناطق النائية. أنتوا اتكلمتوا مع هارفارد وام اي تي وكذا حاجة، في حد من الناس دي يعني اشتروا البرودكت بتاعكم؟ يا جماعة حد ممكن يشرح لي إيه ده؟ أنا أول واحد يبتدي السيرفيس دي. بالنسبة لي فكرة كويسة قوي. أنتوا أكبر دول يا جماعة. طب وليه زج؟ زجازيج يعني؟ بالظبط. وهدفنا إن إحنا نستخدموا التكنولوجيا دي. بس أنتوا ريزنج قد إيه وحرقتوا قد إيه؟ يعني أنت لسه ما اشتغلتش على البرودكت بتاعك. اليوزر من حقه إن هو يختار مين اللي ممكن يعلن ومين لأ. الإي كوميرس بيكبر بنسبة 18% في السنة في مصر. هي هدفها للربح صح؟ آه طبعًا. نصيحة، ابدأي الأول، ابدأي جامد شوية. تمام، الموضوع كله بياخد مش أكتر من دقيقتين. دي المفروض 3D printer. حلو جدا، فيدباك كان كويس قوي واسئله في محلها. احنا عندنا الايجيبشن كاتج نفس البرودكت، ممكن يعمل ده او ده او الاثنين مع بعض. تصنيع اول سمارت بايك مصريه. هيبقى عندك داتا مخيفه. والفائز في الحلقه النهائيه هيحصل على جايزه نص مليون جنيه. ده على رقم. برنامج الفرصه هو برنامج الفرص الكبيره والمهمه. مصر لما تعمل حاجه بقى. انا ده الرد اللي انا عايزه. ده طبعا ملخص الحلقة الأولى. الأربع اللي فات كانت أولى حلقات أوديشنز برنامج الفرصة، مسابقة الشركات الناشئة والستارتابس. مئات المتسابقين قدموا أفضل ما لديهم في منافسة طاحنة، لكن 18 بس هم اللي نالوا رضا لجنة التحكيم اللي معانا دلوقتي، واللجنة ديتهم أكتر من 50%، وبالتالي طلعوا من قائمة التوب 30. لكن يا ترى هذه الأحكام الصعبة ليه؟ وليه كل الشركات اللي ما عدتش الاختبار ده؟ وليه مين اللجنة دي؟ يعني مين الأشاكيف اللي هم اللي في اللجنة الصعبين جدا اللي كانوا في ربع ساعة بيقدروا يحكموا على المشروع؟ الحقيقة ان احنا معانا مجموعة من المتخصصين في مجال الستارتابس والشركات الناشئة اللي انا سعيدة جدا بيهم، برحب بيهم وبعايز اشكرهم على مجهود كبير جدا اتعمل على مدى يومين، ساعات طويلة. انا بكلمكم على ناس اشتغلت من الساعة معرفش 8 الصبح للساعة 8 بالليل و10 بالليل، يعني ناس اشتغلوا على مدار 12 ساعة في اليوم لمدة يومين ورا بعض، متبرعين جايين بيدونا وقتهم بيدونا مجهودهم. أنا عايزة أشكرهم الحقيقة على كل هذا المجهود، وبشكر قبليهم كل الشركات اللي قيمت المرحلة الأولى، سواء يعني دلتا انسباير أو مسميدة اللي كمان قيموا التقييمات الأولى. واسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي في هذه الفقرة، الأستاذ حسن منسي المدير التنفيذي للبرامج في فلات ليكس لاب 6 لاب، ماريز جريس رئيس قطاع الاستثمار في دلتا انسباير، كريم جاد استشاري الشركات الناشئه وصناديق الاستثمار، رنا عز الدين اخصائيه رياده الاعمال بجهاز تنميه المشروعات مسميدة، ودكتور محمد القرماني رئيس مدير مختبر الابحاث ببنك الطعام. قلت التايتلز مظبوط؟ لا لا تمام. مظبوط. تعالوا بقى نتعرف عليهم اكتر في هذا التقرير. لجنة تحكيم أوديشنز الفرصة، حسن منسي مدير تنفيذي للبرامج بفلات سيكس لابز، ماريز جريس ممثلة عن دلتا إنسباير، كريم جاد استشاري شركات ناشئة وصناديق استثمار، رنا عز الدين أخصائية ريادة أعمال بجهاز تنمية المشروعات، والدكتور محمد القرماني مدير مختبر الأبحاث ببنك الطعام هينضم للجنة عشان يختار 3 شركات في مجال تطوير الزراعة.
اهلا بيكم، انا مبسوطه قوي ان انتم معايا، والحقيقه انا عايزه اشكركم فعلا على مجهود كبير. انا عارفه ان انتم تعبتوا قوي في الاوديشنز، بس بجد متشكره جدا، لكن بصراحه انتم صعبين 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 صعبين. يعني مش معقوله يا جماعه انتم سقطتوا نص الناس، يعني بجد، يعني ازاي بتقدروا حسن، ازاي بتقدروا انتم شفتوا مئات يعني عشان تقدروا تعملوا 30 تختاروا 30 يقولنا الاستوديو، ازاي بتقدروا ان انتوا في ربع ساعه حد عمل مشروع حط فيه عصاره مجهوده بقاله سنين بيأسسه عامل فيه مجهود رهيب، ازاي بتقدر في خلال من 10 دقائق لربع ساعه انك تقيم هذا المشروع؟ ايه القواعد؟ والله يا لميسه، هو على حسب انت بتبصي دايما على البيزنس موديل، يعني هو المشروع ده هينفع بعد كده يبقى مشروع استثماري تجاري الناس تقدر تستثمر فيه او مستثمرين يقدروا يخشوا معاه، ولا هو فكره جميله بس ملهاش قابليه للتنفيذ، سواء ان ممكن ما يكونش فيه جمهور من المستهلكين او جمهور من الكاستمرز او الزبائن يقدروا يستخدموه، او ان هو ده مش مكانها. ف انت بتقولي ربع ساعه، هو اقل من كده كمان. ماريز كنت بتتخانقوا؟ لا ما كناش بنتخانق قوي، كنت حاسه ان كان في الاينمنت بين لجنه التحكيم، بس كنا اي ثينك كان ممكن حد بيوضح لحد منين هو شايف السترينث بتاع الشركه دي، او ليه ممكن ما تشتغلش الشركه دي. بس كان السكورز حتى كنت حاساها قريبه قوي لبعض. يعني انتوا دلتا انسبار الحقيقه كنتوا ساعدتونا كمان في الجزء الاولاني خالص، اللي هو بالزبط. لما جالنا فوق الالف استماره، وبعدين لازم انتوا مسميده اشتغلتوا معانا ان احنا نقدر نقلل دول عشان يبقوا مئات، عشان بعد كده نحولهم ل30. بتدوري على ايه في الشركه اللي قدام؟ كنا دايما بنبص على سكيلابيليتي، بتكون حاجه مهمه قوي عشان ما يكونش بيتارجت حاجه فيري نيش وبعدين ما يقدرش يكبر بيها. وبرده زي ما حسن كان بيقول ان البيزنس ده في الاخر يقدر فعلا يكون سستينبل ويكمل، مش فكره كويسه وبعدين يعني فور اكزامبل لو حاجه بتحل مشكله موجوده بس الكوست بتاعها يبقى غالي قوي كومبيرد للي موجود، يبقى الكلاينت مش هيقدر يشتريه، فمش حاجه هتقدر تكمل في الماركت. عايزه اقول لكم ان الشباب كانوا بيخرجوا من عندكم حاسين بقى انه ايه 99.9% انا جايب ارقام ضخمه جدا، يطلع يا مفتريين يلاقوكوا جاي يلاقيكوا مدينه 17 15. يعني خلونا نشوف الاول بعض انطباعات، او يعني احنا كان عندنا كده بورد كبيره كده، دي انا بسميها المقصله بقى، الارقام عماله تنزل وتطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع، فواحد ممكن يبقى فوق وبعد كده ينزل تحت، وبعدين متخيل بقى انه هيجيب رقم يلاقي جاب نفسه جاب رقم تاني. تعالوا نشوف اهم ردود الافعال اللي كانت في الحلقه الاولى. حاسس هو من 100، حاسس ممكن تجيب كام؟ 99.9. اوف 15%. الحمد لله فضل الله ما شاء فعل. انا سمعت ان انتوا قلتوا ان انتوا هتجيبوا اكتر من 50%. لسه ذلك نتمنى ذلك. 13 75 13، ده اقل سكور. الحمد لله كل حاجه. سمعت انك متوقع 90%. اتمنى كده بالظبط، يعني ان شاء الله هي الفكره لقت قبول خالص وهم كانوا فرحانين بيها. 25%. ممكن 90. اوف 90. تعال نشوف. يلا 45. يعني انتوا كده اوت. بنامل ان شاء الله ان هو يبقى يعني فوق ال 80%. متوترين قوي. تاك تاك. 50% ان ذا ميدل. اوكي الحمد لله. والله هو لجنه التحكيم كانت متفاهمه يعني المشروع بتاعنا وربنا يسهل. تعالى نشوف السكور مع بعض. 18% للاسف. يا نهار ابيض 18. نتمنى ان احنا نعدي ال 80 90%. ايه ده بجد؟ اوكي جريد عالي حاجه و80، لان هنبقى داون قوي، لكن مفيش حاجه انترميديت يعني. طيب تعالوا نشوف. 50 50. وده عكس توقعنا، احنا قلنا يا اما تحت يا اما فوق. احنا قلنا 50% كده، كلها بيقول لنا لا انت اكيد هتجيبوا اعلى من 50%. واحد وثمانين في المية. 81%. انت كنت متوقع كام؟ 85. انت اخر متسابق. نشوف بقى. يا ترى ايه؟ 91. ده اعلى رقم.
هي ليه الناس بتبقى كل الناس اللي متوقعه 90% و99% بس يعني الثقه دي دايما يعني بحس انه لما بيبقى في ثقه اكسبكتيشنز عارفه حوار الاكسبكتيشنز كنتوا متوقعين كام؟ احنا هناك 75 بيعملوا فيكوا ايه جوه عشان يخليكوا تتوقعوا كده؟ انا هموت واعرف. وده سؤال شحاته مهم جدا، ليه يا جماعه انتوا بتعملوا فيهم ايه جوه بتحسسوهم انه السكور عالي جدا وفجاه يطلعوا بسكور واطي؟ كريم ليه تفتكر الاختلافات ما بين فكرتهم عن السكور اللي ممكن يجيبوه والرقم اللي انت الحقيقي؟ هو في كل الاحوال المتقدمين اللي جم على المسابقه دي ناس عملت مجهود، سواء المجهود ده في شكل فكره او في شكل بروجكت تم طرحه فعلا في السوق. بس زي ما حسن كان بيقول، اهم حاجه احنا هي في الاول في الاخر مسابقه، والسكيلابيليتي او قابليه التوسع بتاعه المشروع هي اللي في الاخر هتحدد اذا كان المشروع ده هينفع يكمبيت على ارض الواقع ولا لا. ف هما كانوا بياخدوا هذا الانطباع عشان احنا يعني هما جايين يتسابقوا وجايين الناس عاملة مجهود وعاملة شغل، فطبعا يعني ما ينفعش نبقى طف معاهم. يعني رانا انت مع يعني ماريزا كلمت على سكيلابيليتي او ان قدرة المشروع على التوسع والبقاء، ونفس الكلام قاله كريم، بتدوري على ايه في مسميدة او في يعني مشروع في وزارة الصناعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتدوروا على ايه؟ احنا كنا دايما بنبص بصراحة على فكرة هو ايه القيمه المضافه اللي بيزودها في المشروع، ايه الفاليو ادد فعلا اللي محتاجها السوق دلوقتي، في جاب ما فيش جاب، هل هو حقق حاجه في الماضي بتاعه او في المشروع بتاعه، ولا ستيل واقف في حته لسه ما عملش اي بروجرس في المشروع. فهنا كنا بنبص على المشروع بطريقه مختلفه، فكره انت عملت ايه، زودت ايه، هل فعلا الماركت محتاج ده ولا لسه مش محتاج ده، مصر فعلا قادره تستوعب النوليدج دي او فكره ال بس رانا كان في ناس تكنولوجي دي كانوا مش بيعدوا، كانت رانا بتقول لهم على سيرفيسز تبع مسميده، وكنت بتاخدي كونتاكتس وكنت بتتواصلي معاهم بعد يعني انت كنت كمسميده بتحاولي ان انت تديهم مساعده اخرى او دعم اخر؟ بالظبط، كانت فكره ان انت ممكن المسابقه دي ما تكونش افضل حاجه تكمبيت فيها، بس احنا نقدر نساعدك كمشروع انك تبدا تسكيل او تبدا تكبر في الماركت، تبدا تنتشر، تبدا تاخد سيرفيس معينه من جهات معينه تبدا تخليك تجري. هل هتاخدوا انتوا كمسميده مشروعات منهم تدعموهم؟ طبعا، احنا مش بس اللي قدموا المئات اللي قدموا في فتره في حته الاوديشن، لا بالعكس، احنا ناخد كل اللي قدموا في الكومبيتيشن، نبدا نتواصل معاهم ونعمل لهم بزنس اسسمنت ونشوف هم محتاجين ايه، ونبدا ندي لهم سيرفيسز اللي محتاجينها في كل مرحله هم فيها، سواء من ايديا ستيج او من جروث ستيج. اي مرحله على مدار المشروع هنبدا نتواصل معاهم وندي لهم سيرفيسز سواء من عندنا او من البارتنرز اللي هم الجهات الشريكه اللي بتدعم الايكو سيستم. بنك الطعام، انت كان معاك الغصن الزيتون اللي هو الجرين ليف اللي هو ممكن ينقذ ناس ايضا، عملت ده مع مين؟ عملنا ده الحقيقه مع شركتين من الشركات، واحده منهم ما كانتش معديه من الاساس ودي احنا عديناها، وواحده تانية كانت اوريدي معديه في اليوم الاول. هو يمكن يعني لان احنا المعيار بتاعنا في بنك الطعام للاختيار بالاضافه طبعا لكل لجنه التحكيم كانت بتركز عليه، احنا كنا بنركز اكتر على الجزء الخاص بالسوشيال انوفيشن، يعني حته ان المشروع يبقى ناجح وعنده مقومات النجاح ان هو يستمر ويكبر دي اساسيه، لكن لازم يكون في سوشيال فاليو كرييشن، يعني لازم يكون له قيمه اجتماعيه، لان هي دي اللي احنا في بنك الطعام بنهتم بيها كمؤسسه تنمويه في المجتمع المدني. جزء الحته بتاعه القيمه الاجتماعيه ودعم صغار المزارعين كانت اساسيه عندنا. امتى رائد الاعمال يستسلم، وامتى الفكره بس ان هو يعدل البيزنس موديل يا حسن؟ طيب، هو رائد الاعمال عامه ما بيستسلمش اساسا واحنا عندنا مشكله معاه ان هو بس يسمع. هي يعني احنا حتى في الشركه عندنا اول حاجه بنتعامل معاها بيبقى حاجه اسمها مايند سيت، ان احنا بنتكلم معاه الذهن بس او انه يتلقى المعلومه، يعني ان هو بيبقى دايما عنده اصرار قوي قوي على انه عايز يعمل حاجه معينه، واحنا بنبقى عايزين ناخد خطوه لورا بس، انزل السوق هشوف العملاء المحتملين، شوف هل ده في قابليه لانك تبيع ولا لا. فهي هو مش هنقول يستسلم، لكن امتى يعرف ان الفكره مش هتنفع. احنا بنحاول في ادوات كتير دلوقتي يعني حتى علميه يقدر بيها ان هو
يشوف الفكره دي هتكمل ولا مش هتكمل، وده اللي احنا بنحاول نبدا دايما معاه. المشكله العكس، المشكله ان رائد الاعمال بيبقى عنده احساس كبير قوي بان الناس بتحاربه، او ان هو الناس ممكن توقف ضده، او انه هينتصر وكده. واحنا بنحاول نقول له هو الموضوع مش كده، هو الموضوع اكتر هل المنتج او الخدمه ده هيتباع ولا لا. فمهم جدا 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 ان هو ما يبقاش فيه ارتباط ما بينه وما بين المشروع، على قد ما هو يبقى شايف المشروع ده فرصه، الفرصه دي المره دي ولا المره الجايه. بس ما فكره الارتباط دي صعب قوي اللي انت بتقوله ده، لانه بيبقى عنده الحلم وعنده يعني الرغبه في ان هو يعمل المشروع ده، واحنا عاطفيين، احنا مش بزنس اورينتد برضو كشعب قوي، فبنبقى مرتبطين جدا بالفكره. فازاي تفصل ما بين الفكره وبين ال... هو مش في مصر بس، هو على مستوى العالم اي رائد اعمال بيبقى مرتبط، ولكن هو لما كل اللي محتاجه انه يطلع من بيزنس مره واحده، انه يبيع بيزنس مره واحده، وبيعرف بعد كده حس بقى انه ايه، انه خلاص ما فيش غالي، المهم انه يبيع ويكسب. لا، ان هو الموضوع في الاول وفي الاخر عرض وطلب. في طلب في السوق على خدمه او منتج معين، وانا هعرف اقدم العرض المناسب، فهيحصل هنا توافق وقبول، وهيكسب هو بقى من القبول ده. انا ازود لحسن بيقولوا برضو لازم يعرفوا امتى يبيفت من البيزنس موديل بتاعه، يعني صح. امتى محتاج تفضل في نفس البيزنس بتاعك بس تبيفت وتغير يعني شكل. يعني ايه بيفت؟ ايوه، يعني تغير شكل البيزنس موديل بتاعك. وده حصل في الكورونا كتير. بالظبط، كان في ناس كتير قوي. طيب، في الكورونا. اتفضل اسمحوا لي هنخرج فاصل قصير ونرجع نواصل هذا الحوار، ونسال بقى كان ايه اكتر حاجه عجبتكم، ايه اكتر حاجه كانت صعبه، ايه اكتر قرار كان صعب تاخدوه. مش هنحرق الحلقه الثانيه، هنتكلم كل ده على الحلقه الاولى. وبرده يعني قولوا لنا كده بعض الملامح عن الحلقه الثانيه. فاصل ونرجع مع حكام الاوديشنز للفرصه. حكام الفرصة الحلقات الأولى الأوديشنز هتشوفوهم أيضا في الحلقة القادمة اليوم الأربعاء المقبل الساعة 9:30. كريم، أنت كنت معنا في هنا الشباب قبل كده، شايف الفرق بين الستارت أبس أو بين الشركات إزاي؟ هل حاسس ده كلام ده من 3 سنين، هل حاسس أن هناك فرق في طريقة التقديم، في التفكير، في الأفكار، في طبعا يعني الستارت ابس بقوا ماتيور، او بقى عندهم كبروا. بالظبط، بقوا ناضجين اكتر، بقوا عارفين يعني ايه يعملوا الليفيتر بيتش. زي ما حسن كان بيقول، الوقت كان اقل بكتير من ربع ساعه، احنا كنا 5 دقائق التايم فريم اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع الستارت ابس، والتارجت بتاعهم كان الليفيتر بيتش. قبل كده ما كانوش فاهمين، يعني في السيزونز اللي فاتت ده ما كانش مفهوم، ويعني ايه اقدم فكرتي في دقيقه ونص ولا دقيقتين، وازاي وهشرح امتى. المره دي في بالفعل ستارت ابس كتير جدا من اللي تم اختيارهم يعرفوا يعملوا فيري سوليد الليفيتر بيتش. هل ايه المشروع اللي جذب انتباهكم بشكل كبير؟ حسيتوا انه ده مشروع اول يوم؟ ايه اول يوم؟ اول يوم انا مالناش دعوه، في واحد خد 91% وواحد خد 2%، اللي هو ده بتاع الايه، مواصلات، سيركل باي. ده بتاع ايه؟ مدفوعات وداتا اناليتكس. ليه بقى رنا؟ بصراحه يعني انا ممكن معلجنا في موضوع سيركل باي، بس انا كان عندي نظره اخرى بتاعي الخاصه بفكره ان احنا شايفين كتير قوي شباب طالع بجرادويشن بروجكت عايز تحوله لمشروع. دي كانت حاجه ملموسه قوي، فكره ان قولي تاني كده، شباب طالع من الجامعه ان عاملين جرادويشن بروجكت، عاملين جرادويشن بروجكت يعني مشروع تخرج بالظبط، عايزين يحولوه لمشروع. كتير قوي منهم ستارت اب اسمها جونو، او اللي هي هتبقى ستارت اب اسمها جونيو، طالعه من ستودنت اكتيفيتي او نشاط طلابي، عايز يحول فكره مشروع اللي هو اشتغل عليها في الجامعه تبقى مشروع وهادف للربح، وغيرها من مشروعات تانية هنشوفها، فكره ان هي بقت كانت مشروع تخرج، وبدل ما هو بقى مشروع تخرج محطوط. انت حاسه ان ده مش صح؟ ده حلو جدا، ده بيدي رساله قويه قوي ان الستارت اب خلاص بقى بس فكرة. مشاريع التخرج مش مشروع سكيلبل، مش مشروع قائم على دراسه. مفيش، بصي في الصناعه دي ما تقدريش تعملي ومفيش قوانين. صح اللي حضرتك بتقوليه ده زي ما تقولي كده الاغلبيه. يس، بيطلع بقى فلاتات هي اللي ممكن تبقى يعني زي المشروع بتاع جونو ده رائع الحقيقه. وانا قلت وانا جيت اتكلمت معاهم بعد كده كمان، قلت لهم
يعني انتم محتاجين تعملوا الخطوات الفلانيه علشان فعلا تحولوه بقى المشروع تجاري وتطلعوا بقى من قصه السوشيال. ليه المشروع اللي خد 91% اعتقد سيركل بي اي ثينك هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يجيب داتا اكبر عدد داتا ويعمل اناليتكس عليها وبعد كده يقدر يساعد بيها شركات فور اكزامبل الشحن ان هو امتى تروح توصل المنتج بتاعك. جاب statistics قد ايه بيحصل مرتجعات وقد ايه ده كوست على الشركات وقد ايه لما هو بيوفر لهم ان فور اكزامبل ما تروحش المكان ده غير من الساعه كذا لكذا ده هيوفر لك قد ايه. فهو بيحل ان اكزيستنج مشكله حاصله بس كمان بيحلها بحاجه مش موجوده دلوقتي وبيستخدم التكنولوجي اللي هي الفيوتشر بتاع كل حاجه. زي محتاج مع يبقى عنده معلومات كتيره يعني بيبقى عنده. طب ما هو الفتره اللي جايه فتره اللي بيسموها البيج داتا المعلومات الكبيره وهو كمان له امباكت كبير قوي على كل حاجه في الاقتصاد. يعني انت بتتكلمي في الكربون فوت برينت والاستهلاك الوقود وكل حاجه. انت انقذت شتلة في اليوم الاولاني. مش هقول بقى اذا كنت انقذت حد تاني في اليوم التاني او في الحلقة التانية. ليه شفت انها ان الشركة تاخد الجرين ليف وليه انتوا شفتوا العكس انها كانت اقل من 50%؟ طيب انا هقول ليه انا شفت ياخدوا جرين ليف. هو بقى يقولوا ليه ياخدوا جرين ليف؟ لان اولا المشروع بتاعه بيتارجت الفئه اللي احنا بنك طعام مهتمين بيها اللي هي الـ الناس اللي عندها الفلاحين اللي عندهم حيازه ارض صغيره او بيزرعوا على مساحه ارض صغيره. المشروع بيحقق كل الاهداف اللي احنا شايفين ان هي مشاكل بتعاني منها الزراعه او بيعاني منها الفلاحين صغار المزارعين بشكل عام. فكره زياده الانتاجيه، يعني عنده قدره بالمشروع بتاعه ان هو يزود انتاجيه الفلاح، تحسين جودة المحصول نفسه، وفكرة ان هو بيستخدم السمارت اجريكالتشر، يعني هو بيطوع التكنولوجيا اللي موجودة لصالح الفلاح بحيث ان الفلاح يقدر يستخدم التطبيقات اللي هي الجديدة. وده يعني بيتماشى مع فكرة الببليك انترست تكنولوجي، يعني اللي هي التكنولوجيا ان انا بحاول استخدمها لناس بعيدة عنها او فئات بعيدة عنها. فيمكن هو ده اللي خلاني نديله. وانتوا ليه ما اديتلوش الرقم يا كريم؟ ليه شايفين ان هو يقف عند اقل من 50%؟ مش موضوع يقف اقل من 50%، هو طبعا اي بروجكت زي ما محمد قال بروجكت ليه بوتنشال عالي او ليه قابليه ان هو يتحول لشركه قويه في المستقبل. بس في الحته دي بالذات تحديدا المنافسه عاليه جدا. في شركات ماتيور اكتر من الشركه دي وفي انتربرينورز ماتيور اكتر او ناضجين اكتر بزنس وايز من الانتربرينورز دي. فطبعا بتفرق في التقييم في الحته دي. الفنتك كتيره او الحاجات اللي قايمه على التكنولوجيا، المعلومات اللي علاقه بالبيمنتس والكذا والكذا. هل كل الستارت ابس بقت ابس يعني قايمه على التكنولوجي؟ لا لا. على العكس يعني في تكنولوجي كومبوننت برضو. انا بس عايز اوضح حاجه، في فرق كبير قوي بين الشركه الابتكاريه اللي هي الشركه اللي هي الستارت اب والاس ام اي او اللي هي الشركات الصغيره. مشروعات صغيره ومتوسطه. مشروعات صغيره ومتوسطه مشروعات تقليديه سهل جدا تعرفي تعملي لها دراسات جدوى وبتقدري تجيبي لها تمويل بشكل بسيط جدا. مش بشكل بسيط، بشكل سهل يعني او شكل ستريت فورورد تقليدي. المشروعات الابتكاريه بيبقى فيها دخول للتكنولوجيا وده اللي بيقدر يسرع النمو بتاعها بشكل كبير وبيقدر كمان يخليها في وقت قصير قوي بتتحول يعني العدد المستخدمين عندها عالي. فكل ما انت كان عندك عدد يعني شركات فيها تكنولوجي انيبلمنت او فيها استخدام للتكنولوجيا اكبر، كل ما ده بيحقق الهدف المرجو منه بالظبط والنمو يبقى اسرع بكتير وتقدر انها تدور راس مال اسرع كمان. مريز ما كانش فيه ستات كتير. حاجه ضايقني. ده ابتدى يضايقني يعني انا كل شويه اسالهم مكون المراه دي مكون، يقولوا لي هو الحقيقه ما فيش. كنت فخوره قوي ان شفنا ناس كتير قوي من محافظات كتير وكان في سن مختلف. بس الحاجه اللي كان نفسي اشوفها اكتر هو ستات اكتر يشاركوا في البرنامج. و I think ان بقى في ستات في الايكو سيستم كتير، ده بقى شويه بيشجع الستات ان هم يتشجعوا ويبتدوا شركاتهم ويخشوا الايكو سيستم. بس زعلانه انا ان ما كانش في ستات كتير موجودين في بس كنا بنشوف يعني مؤسسات او شريك مؤسس عكس. ايه الشركه وقتنا بيخلص، ايه الشركه اللي كان نفسكم تشوفوها وما شفتوهاش؟ كريم
انا بصراحه شفت شركات كتير جدا كان نفسي اشوفها. كان نفسك تشوفها وما كنتش متخيل ان هم هي زي ما تقولش اسامي شركات بتعمل ايه. فينتك كتير و تكنولوجيا لها علاقه تكنولوجيا مدفوعات كتير وتكنولوجيا ليها علاقه بتحسين مجال الزراعه كتير جدا بصراحه كانوا هايلين. ومعظم هذه الشركات كان لها علاقه فعلا بالاس دي جيز او بالاهداف التنميه المستدامه. بقى في وعي كبير جدا لدى الستارت ابس على فكره اهداف التنميه المستدامه اللي هي لها علاقه بجوده المياه وجوده والمواصلات والعشوائيات وكذا وكذا ل 17 هدف. اكتر شركه عجبتكم ايه حسن؟ بالاسم تاني يوم. يوم هنتكلم على اول يوم في التجربه كلها. بقى تاني يوم كده اديني لمحه من تاني يوم بقى كان مفاجاه. مش بقول كده عشان الحلقه والله بس هو فعلا كان يوم كان بالنسبه لنا كان مفاجاه كبيره. احنا بدانا كمان يعني نستغرب من مستوى الشركات اللي داخل اللي كان مستوى عالي جدا من حيث اما الافكار نفسها كانت مختلفه وكان فيها ابتكار عالي قوي او استخدام التكنولوجيا كان قوي جدا يعني. فالحاجه اللي انا كنت اتمنى اشوفها كان شركات التعليم الحقيقه. انا كنت شايف ان في فرصه كبيره قوي في التعليم خصوصا مع اللي بيحصل دلوقتي ومع استخدام التكنولوجيا في التعليم بشكل مكثف في مصر. في فرصه كبيره جدا 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 للشركات في التعليم. الحاجه الجميله انه كله متجه ناحيه الزراعه وده ان شاء الله وده مهم على فكره 2022 والميه. طب ايه الحاجه اللي وقفتوا عليها كان يعني وقفتوا مدهشه مذهله غريبه مذهله اول غريبة. يوم ولا اول يوم بقى ما اتلخبطش. اول يوم اخر مشروع جه من بره الورقه يعني من بره الليست وجاي مخصوص سفر ودخل ابهرنا الحقيقه كلنا. ده كان مشروع ايه؟ اول يوم بقى خلاص اول يوم سيركل بي. يعني انا نصيحه سريعه بقى جدا في 30 ثانيه للستارت ابس اللي بيتفرجوا علينا بعيدا بقى عن هذه المسابقه ايه بقى وال 30 اللي داخلين بقى نصيحه سريعه حسن دايما بقولها على طول التحقق من السوق. انزل اتقابل مع عملاء محتملين واعرض عليهم فكرتك والناس هتشجعك بس شوف مين اللي هيدفع لك. مريز ما تبقاش عنيد واسمع للي عملوها قبل كده وهتستفيد اكيد. مش لازم اللي انت ابتديت بيه هو اللي تخلص بيه يعني ممكن تبقى فلكسبل تعدل البيزنس موديل بتاعك. كريم ما يبصوش على ليفل الاستثمار العالي في الراوند اللي هم بيحاولوا يجيبوا فيها استثمارات بس لازم يبقى البارتنر بتاعهم استراتيجيك. رنا ما تخافش تعرض فكرتك دايما قدم فكرتك ما تخافش ان اي حد ياخد فكرتك وينفذها. ابدا واسمع للمنتورز بتوعك او الموجهين بتوعك وابدا ريفيزيت البيزنس موديل على طول. دكتور محمد يعني التعلم المستمر حاجة مهمة جدا. أنا أفضل أتعلم وأفضل أقرأ وأتابع السوق زي ما حسن قال. الصبر لأنه في ناس شباب كتير قوي بيبقى عايز الفكرة تنجح بسرعة ويشتغل ويتفوق بسرعة جدا. لا محتاجين إن احنا نصبر ويبقى إن في إصرار وفي مثابرة وفي ثقة بالنفس طول ما الفكرة دي جيدة وخدت فيها فيدباك كويس أفضل مكمل. شكرا ليكم شكرا على مجهودكم شكرا لشركاتكم وكل مؤسساتكم على المجهود اللي حقيقة انتوا بذلتوه. هذا مجهود للإيكو سيستم كله أو يعني لبيئة الأعمال كلها المحيطة بالستارت أبس. بنحاول في هذا البرنامج أن نقدم فرصة يعني فرصة من الفرص يعني فيها فرص كتير ولكن الفرصة الحقيقية أنت تملكها في يدك عندما تحاول وتحاول وتحاول أن يكون مشروعك حقيقة. المهم أن أنت تعمل بيزنس موديل صحيح وسليم وتسمع للنصايح. بشكركم أعزائي المشاهدين كل سنة وأنتم طيبين لكل بيحتفلوا بالكريسماس النهاردة. نتقابل بكرة بإذن الله وهذه لميس الحديد تحييكم. صباح الخير.